بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، الإنسان خلقه الله عز وجل من ماء وطين ثم نفخ فيه من روحه، فالإنسان ليس مركبا من شيء واحد أو طبيعة واحدة، بل هناك ماء وطين يرجع إلى الأرض، وهناك روح هي من عند الله سبحانه وتعالى، وهي علوية شريفة. علوية يعني تنزل من السماء. أخبر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في المعراج أنه رأى آدم عليه السلام بعد أن فتح له باب السماء الدنيا، رأى آدم عليه السلام وعن يمينه أسودة وعن شماله أسودة. الأسودة الشخص يرى من بعد، أشخاص كثيرون رآهم النبي صلى الله عليه وسلم، رأى أشخاصا كثيرين عن يمين آدم وعن شماله، فإذا نظر قبل يمينه ضحك وإذا نظر قبل شماله بكى. سلم عليه وسأل جبريل عليه السلام، رد عليه السلام وقال مرحبا الابن الصالح والنبي الصالح. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام عن الأشخاص، عن الأسود الذين عن يميني وعن شمالي، فقال فأما الأسود فهم نسم بنيه، نسم بنيه، فالذين عن يمينه نسموا أهل الجنة، والذين عن شماله نسموا أهل النار. ونحن نعلم قول الله عز وجل: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة، وأن الكافر إذا صعد بروحه إلى السماء لم تفتح لها أبواب السماء ولا حتى باب السماء الدنيا. هذا دليل على أن الأرواح التي حول آدم عليه السلام هي أرواح من سيأتي بعد من بني آدم، تنتظر دورها حتى يأتي الموعد المحدد فينزل بها الملك وينفخ فيها، ينفخ في الجسد الذي بدأ يتكون من النطفة والعلقة والمضغة في رحم الأم الذي هو ماء وطين. الجسد ده ماء وطين، ثم تأتي الروح فينفخ الملك في بدن الجنين فيصبح إنسانا شريفة. احنا قلنا علوية، الروح علوية شريفة. شريفة ليه؟ نسبتها إلى الله، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي، فنسب الله عز وجل روح الإنسان إلى نفسه، وهي مخلوقة له عز وجل لكنها مشرفة مكرمة. أكثر الناس يهتمون بحاجات الماء والطين، حاجات البدن، الأكل والشرب، الجنس والفلوس،
اللي عايزينها علشان حاجة الماء والطين، الفلوس اللي عايزينها عشان أكل وشرب وجنس ولبس، ونعلم أن الشيطان نزل مع الإنسان عدوا له، وهو يزيد في وسوسته رغبات ليست أصلا من طبيعة الماء والطين. إنما هي من طبيعة النار، الكبر والعلو والفساد، فحب الجاه والرياسة والملك وحب الإفساد في الأرض التي قال الله عز وجل عن هذه الرغبات: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. فهذه الرغبات طارئة على الإنسان، رغبات حب العلو والفساد، إرادة العلو والفساد، فأصبح الإنسان داخله صراعات بين هذه الثلاثة، بين حاجات الماء والطين، وبين حاجات الروح، وبين إرادات الشياطين. اللي مش واخد باله من نفسه ممكن تتلخبط معاه جوه نفسه هذه الرغبات. بشر بالملايين يعيشوا حياتهم باحتياجات الماء والطين فقط، يعني عايشين عشان ياكلوا ويشربوا ويمارسوا الجنس ويجيبوا فلوس، ولا بيدوروا خالص على احتياجات الروح. الروح محتاجة حاجة تانية، الروح محتاجة غذاء وشراب من نوع آخر. قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم لما سألوه: إنك تواصل؟ نهاهم عن الوصال، فقال: إني لست كهيئتكم، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني، وليس هذا بالطعام والشراب الحسي، لأنه لو كان كده ما كانش الرسول صلى الله عليه وسلم بيبقى مواصل، إنه كان بيأكل إيه بس من وراهم أو من غير ما يعرفهم. فإذا كان عنده غذاء روحي وشراب روحي يغنيه عن الطعام والشراب الحسي، وده أمر ممكن. وهذا الأمر يحتاج معه الإنسان إلى أن يتخلص من إرادات الشياطين، من إرادات العلو والفساد. إرادات العلو دي هي اللي بتطلع مرض الحسد، مرض الكبر، احتقار الناس، مرض بطر الحق، رد الحق، هي اللي بتطلع مرض البغي، الحقد والكراهية، نعوذ بالله. والرغبة في الفساد رغبة في أن يرى الإنسان شيوع الفواحش، يحب شيوع الفواحش، مش ان هو بيعملها، بيعملها دي راجع للماء والطين، لكن شيوعها وانتشارها في الناس، ان هو يتمنى الناس كلهم يبقوا كفرة وزنادقة وفسقة فجرة
إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يبقى الإنسان محتاج يحقق توازن ما بين حاجات الروح وحاجات البدن، إن حاجات البدن مش ممكن يلغيها بالكلية، ولو حد قال للناس كده الناس هتسيبه تمشي، لا قال لهم لا تاكلوا ولا تشربوا ولا تتنفسوا ولا تناموا، لا دي احتياجات أساسية، وما تدوروش على الفلوس كل الحاجات دي عشان تجيب الحاجات التانية دي، أو لا تماشروا جنس. اللي بيعمل الكلام ده وبيقول الكلام ده أحيانا يقدر شوية ولازم يضحك على الناس ويعملوا من وراهم، بس المشكلة الحقيقية في ان احنا الحاجات دي تبقى هي كل حاجة في حياتنا. ان عايش ليه؟ عايش عشان الاكل والشرب واللهو واللعب والجنس. بنقول الحاجات دي محتاج الانسان انه يتحكم فيها، ما يلغيهاش بالكلية ولكن يتحكم فيها. واما بالنسبة لإرادات الشياطين فلازم يتخلص منها بالكلية. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. ازاي الانسان يتحكم في رغباته الأرضية ويتخلص بالكلية من وساوس الشياطين المفسدة المغوية؟ سبب المشكلة دايما في 6 حاجات: الطعام والشراب، الشهوة الجنسية، النوم، المال، الكلام، الاختلاط بالناس. 6 حاجات بيترتب على الفضول فيها، على استعمالها بكثرة، أن تضغى حاجات البدن على حاجات الروح، وأن تتولد إرادة الشيطان. الطعام والشراب والجنس والنوم حاجات أرضية واحدة، المال يراد للاثنين، كثرة الكلام وكثرة الخلطة مع الناس هي مرد الرياء والسمعة والشهرة والجاه والكبر. لأن لو واحد قاعد في صحراء لوحده هيتكبر على مين؟ لكن دايما المقارنة بتبقى ايه؟ انا خير منه. تيجي منين الكبر والعلو والفساد؟ من الخلطة على غير الحق. الناس لما يعيشوا مع بعض من غير ما ياخد الانسان فرصة انه يقعد لوحده احيانا علشان يحاسب نفسه ويراقبها ويشوف انا عملت كده ليه، ويترتب على ذلك، على كثرة الخلطة بالناس، يترتب على كثرة الخلطة بالناس وكثرة الكلام أن يجره الشيطان إلى ما يريد. حب العلو في الأرض مبني أساسا على إن أنا أبقى فوق غيري، يبقى المبني على الخلطة بالناس. والإنسان خلق بطبعه يعيش في تجمعات، يسموه خلق مدنيا بالطبع، خلق مدنيا بطبعه يعيش في تجمعات. المهم انه مش مشروع له انه يعيش لوحده، انه مش هيقدر على كده.
فتهذيب النفس مبني على التحكم في هذه الستة أشياء. نقولهم تاني؟ مين يقولهم لنا؟ دول أربعة، والمال، وفضل ايه تاني؟ والنوم. في ناس عشان يهذبوا نفوسهم اخترعوا، فبعضهم قال انا اصوم ولا افطر، او يجوع نفسه ايام طويلة، يجوع نفسه ايام طويلة ما ياكلش خالص، لا يأكل على الإطلاق. وبعضهم قال أقوم ولا أنام، ما نمش خالص. وبعضهم قال لا أتزوج النساء. وبعضهم قال أعتزل في الصحارى والقفار ولا أختلط نهائيا. وبعضهم قال أخرج من كل مالي. تجد الرهبان سواء كانوا نصارى أو بوذيين أو هندوس أو كل الرهبنة عبر التاريخ، وكذلك فرق من الصوفية غلوا في هذه الأبواب. وفي الحقيقة حدش نجح، بالعكس فضلت أمراض النفس زي ما هي، لأنه كان بيخدع نفسه. أما بس على فكرة كل التهذيب للنفس عشان يعلي شأن الروح على شأن البدن مبني على التحكم في هذه الأشياء. جاء الإسلام بأعظم تشريع لتزكية النفس، يحقق التوازن ما بين احتياجات البدن واحتياجات الروح، ويجعل الإنسان يتحكم في شهواته من غير أن يحرمه بالكلية منها، فيظل قادرا بهذا التوازن على السير في الحياة ويختلط بغيره، وأحيانا يخلو بنفسه. الأمر ده مشروع في أوقات مختلفة في السنة، وجمعها لنا ربنا سبحانه وتعالى في رمضان لتربية النفس. لذلك رمضان أعظم فرصة لتزكية النفس وتربيتها وإصلاحها. في الطعام والشراب عشان ما يبقاش الإنسان أسير هذه الشهوات، ما يعرفش يستغنى عنها، فربنا فرض علينا مش إن إحنا ما ناكلش خالص ولا نشرب خالص، زي اللي بيضربوا عن الطعام مثلا، أو زي اللي بيجوعوا نفسهم لغاية ما يحصل له خلل طبيا، بيحصل خلل في العقل لما نسبة السكر تنخفض جدا، ما يحصلش تفكير سليم، ممكن توصل بقى لأنواع من الخرف والغيبوبة. فشرع الله عز وجل لنا الصيام نهارا، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. ده الإنسان يعرف يتحكم في نفسه، الشهوة موجودة والأكل موجود والشرب موجود، وخصوصا في أيام الصيف أيام الحر، كما قال معاذ ابن جبل رضي الله عنه: اللهم إنك تعلم أني لم أكن أحب الدنيا لغرس الأشجار ولا لكري الأنهار حفر الأنهار، ولكن لظمأ الهواجر
لظمأ الهواجر ومكابدة ليالي الشتاء الطويلة، مكابدة القيام في ليالي الشتاء الطويلة. خصها ليه؟ عشان بتبقى الدنيا ساقعة والنوم لذيذ والسرير دافي. وخص ظمأ الهواجر ليه؟ لأن أيام الصيام الطويلة اللي هي فيها حر والهاجرة بتبقى اشتداد الحر، الواحد نفسه في كوبات مياه ساقعة، ولكن هو بيحب الدنيا عشان كده. تخيل، هو مش ان هو بيستحمل الصيام ويستحمل القيام، ده بيقول ما بيحبش الدنيا إلا عشان كده، عشان هو وجد فيها الغذاء الروحي والشراب الروحي، عشان هو وجد في انه بينتصر على نفسه ويتعزز عليها بعبادة الله عز وجل. قال: ولكن لظمأ الهواجر ومكابدة ليالي الشتاء الطويلة ومزاحمة العلماء بالركب. يعني مش بيسند ظهره، ده جاي عشان ايه؟ يزاحم العلماء بالركب. يعني جاي بقى ايه؟ سيدنا جبريل لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام أسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه جلسة المتعلم كما قال العلماء، فجاي مقرب منه جدا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من غسل أي يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام فاستمع ولم يلغو كان له بكل خطوة أجر سنة صيامها وقيامها. يعني كل الشباب اللي قاعدين قدامي دول أكثر حرصا منكم اللي قاعدين متأخرين ورا. فسيدنا معاذ بن جبل بيقول الكلام ده، بيحب الدنيا عشان كده، عشان طلب العلم وعلشان الصيام وعشان نقول الطعام والشراب شو العلماء أعدل الصيام أفضل الصيام، وشو العلماء لأن نعطي بدل حاجته وغير الإسراف. فمثل هذا الأمر فيه علاج الأمر الأمر الشهوة الجنسية فيها حاجتين، فيها الابتلاء منها بالنمط أيضا عن معرفتها بالليل، والابتلاء منها تماما في الاعتكاف. قال الله تعالى: ولا تباشرهن وانتم عاكفون في المساجد، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل العشر في الاواخر شد بالنصر، يعني كنايه عن اعتزال العين. احيا الليل كله او معظمها، يعني كان في العشر بيزيد السهر من اجل عباده الله وقيامه. واجتهد وقت الاجتهاد، وقبل كده بيبقى في قيام بس يعني لا يكون حتى الصباح، بل يكون اقل من العشر الاواخر. فشرع الله عز وجل لنا للتحكم في شهوة الطعام والشراب الصيام، وده مشروع في عموم السنة. والمشروع ان الواحد ما يأكلش كتير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه، يأكل قدر الحاجة. وشرع الله عز وجل لنا التحكم في الشهوة الجنسية، اللي يقدر يتحكم في نفسه. قال: فالآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فهو يستطيع التحكم، وكذلك شرع التحكم في أسبابها، كما قال جابر رضي الله عنه أو أحد الصحابة: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك، ودع أذى الجار، ولا تجعل يوم صومك ويوم فطرك سواء. فطبعا ما ينفعش ان هو يصوم ومثلا يقعد يخش على المواقع الإباحية لا بالليل ولا بالنهار، لان هو صايم ومشروع له عشان يتحكم، فمش ممكن يبص على صور عريانة. ولذلك
الشياطين، شياطين الإنس والجن بيبقوا زعلانين قوي في رمضان، وبيعدوا العدة من دلوقتي عشان لما الشياطين تسلسل في رمضان يبقوا ايه، يبقوا وضبوا لهم كمية وجبة دسمة من النظر إلى العورات المكشوفة والاهتمامات السخيفة، الاهتمامات اللي هي في الآخر بترجع للستة اللي احنا قلنا عليهم، وليس إلى حاجات الروح من حب الله والخوف منه ورجائه والتوكل عليه. تعرفوا ربنا سبحانه وتعالى بيقدر على العبد المؤمن مضايق وما يجعلوش فيها فيما يبدو له أسبابا ظاهرة للفرج، عشان ايه؟ عشان حسبنا الله ونعم الوكيل، عشان عليه توكلت وإليه أنيب، عشان فاعبده وتوكل عليه، لأجل أن يسمع تضرعه، لأجل أن يقطع عن قلبه إرادة غيره والتوكل على غيره، لأجل أن يخلص، لأجل أن يدعو، لأجل أن يتضرع وينكسر ويعلم أنه ليس له إلا الله، وهو سبحانه وتعالى يعلم أن فرجكم قريب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجب ربنا من خنوط عباده وقرب فرجه، يطلع عليكم أزلين يعني مشفقين منكسرين، يعلم أن فرجكم إلى قريب. لما يمنع عنهم المطر يقوموا خلاص هيهلكوا، يقوموا يقعدوا يتضرعوا ويتركهم سبحانه وتعالى مدة، وهو يعلم أن فرجهم إيه؟ قريب، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته. لأن في احتياجات للإنسان من التوكل على الله، من تحقيق إياك نعبد وإياك نستعين، احتياجات الروح. إيه اللي هيوقظها؟ اللي هيوقظها أنه هو يتحرر من أسر احتياجات البدن، مربوط بسلاسل، فك السلاسل، فاضل قوة دافعة ترفع الصاروخ، صاروخ مربوط في الأرض بسلاسل، لو هو شغلوا الموتور بتاعه ولا الطاقة الإحراقية بتاعته السلاسل هتفضل ربطاه، فلازم يفك السلاسل وبعدين يعملوا ايه، وفي نفس الوقت يشغلوا الموتور او الطاقة الإحراقية دي تقوم تدفعه تطلعه فوق في السماء. قال الله تعالى: واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها. يبقى الإنسان بيرتفع بإيه؟ بآيات الله، ولكنه أخلد إلى الأرض. الحاجات اللي بتشده للأرض لازم يتخلص منها. عشان كده بقول لكم رمضان فرصة عظيمة، إن رمضان فرصة بتخلي الإنسان يتخلص من الإخلاد إلى الأرض واتباع الشهوات اللي هي اتباع الهوى، ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، يوم يتخلص من الاثنين دول والآيات بقى إيه ترفعه. عشان كده رمضان شهر القرآن، شهر القيام، يتخلص من فضول الطعام والشراب، من فضول الشهوة الجنسية، من فضول المنام، النوم الكتير، والإخلاد إلى الأرض، والكسل. نسأل الله العفو والعافية. طبعا أسوأ من النوم السهر في معصية الله، السهر في تضييع الوقت بلا فائدة، السهر على صفحات الفيسبوك والحوارات السخيفة الهبلة
مع من يسمون بالأصدقاء. طبعا كلكم عنده صفحة، كل واحد منكم عنده صفحة مش كده؟ قطعا ويقينا لو حد ما عندوش صفحات دلوقتي، بس المشكلة في تضييع الوقت، المشكلة في تضييع العمر، صعبان عليهم. عشان كده جايبين كاس العالم، خلي الناس ايه تتفرج، وتبقى أزمة لو قلنا ما تضيعوش وقتكم، لا مصيبة. فالعمر حاجة غالية جدا، الشرع بيعلمنا ان احنا نتحكم في ساعات النوم، ما نتركش نفسنا ننام بلا ضابط، فضلا ان احنا ننفق اعمارنا في معصية الله، او ننفقها فيما لا فائدة فيه. طبعا اللي بيعرف ان ليالي رمضان غالية جدا، وليالي العشر الاواخر اغلى واغلى، وفيها ليلة واحدة الثانية فيها لها قيمة، والدقيقة لها قيمة. إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر أفضل، والخيرية دي الله أعلم بها بقى حسب حال قلب الإنسان. 83 سنة في حوالي 8 ساعات، صح؟ 8 ساعات هما الليل، يبقى الساعة بكم سنة؟ بحوالي 10 سنين وشوية. الساعة بعشر سنين وشوية، يبقى 10 سنين فيهم كم شهر؟ فيهم ايه؟ 120 شهر، وجزء شوية كمان، يعني ما بتاع 122 شهر او 123 شهر. يبقى الدقيقة فيها كم؟ الدقيقة بشهرين، الدقيقة بشهرين وزيادة شوية. فتخيل كده ان انت الشهرين اصلا انت بتقعد تعبد ربنا قد ايه فيهم، كل يوم بتنام 8 ساعات، وبتذاكر وتشتغل وتلعب اكتر منهم. معظم عبادة الانسان مش هتيجي ربع ساعة في خمسة، مش هتيجي ساعة، ساعة ونص. فتخيل ان شهرين كاملين متواصلين من غير نوم ولا اكل ولا شرب ولا دخول الحمام ولا كلام مع الناس ولا رد على التليفونات ولا قاعدة قدام الفيس ولا متابعة الاخبار، كاملين في دقيقة واحدة. يبقى الواحد بدأ يحس بالوقت، يحس بقيمة العمر، وان هو ما يضيعش عمره هباء منثورا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فضول المال، شرع لنا الصدقة في رمضان عموما، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان، حين يأتيه جبريل فيدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. فالصدقة في رمضان أفضل، وشرع لنا إطعام الطعام، وشرع لنا تأكيدا إفطار الصائم، من فطر صائما كان له مثل أجره، لا ينقص ذلك من أجره شيئا. اللي يفطر صائم يبقى أطعم الطعام، تصدق، تخلص من فضول المال. وفي شيء واجب وهو صدقة الفطر في آخر رمضان، واجب يطلع زكاة الايه؟ زكاة الفطر، عشان يتخلص أيضا من فضول المال، عشان يطهر، ينقي صومه من اللغو والرفث، تعويض للغو والرفث الذي قد حدث أثناء رمضان، أثناء الصيام. فاضل فضول الكلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان
يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب ولا يجهل، فإن قاتله أحد أو شاتمه فليقل إني صائم إني صائم، لا يرفث ولا يصخب، لا يصيح ولا يجهل، ما يتعاملش بالجهالات. الرفث الكلام الفاحش، ومعظم الكلام الفاحش متعلق بأمر العورات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصيام جنة، أي وقاية من المعاصي، يقيك المعاصي، تتقي به المعاصي، لذلك تمسك لسانك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. كان الأمم السابقة شرع لها في الصيام الصمت الكامل، كما قال عز وجل لمريم عن مريم: فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، لن أكلم اليوم، كان يصمت عليه. لكن هذا لم يعد مشروعا لنا طالما كان في الخير، وده والله أعدل شيء، بس الأمم السابقة كانوا يعرفوا يمسكوا نفسهم، فكان عشان كده شرع لهم يبطلوا كلام خالص، يسكت خالص من الصيام عندهم، انه ما يتكلمش. نذر ابو اسرائيل ان يفعل ذلك، رجل من الصحابه، فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يتكلم، ما اذنلوش في الايه في الامر ده، عشان احنا امتنا اكمل الامم، وهدي الرسول صلى الله عليه وسلم احسن الهدي، فاللي شرع ان انت تسكت الا من خير. يبقى عندك لو في كلام لا ليك ولا عليك، وفي كلام عليك وفي كلام ليك، ما تتكلمش الا التلت ده بس اللي هو ايه ليك، اللي هو الخير، والصمت افضل من الكلام اللي ما فيهوش فايده. وبلا شك ان الكلام اللي عليك هيبقى يكب النار، يكب الناس على مناخرهم في النار. قال: ثكلتك أمك يا معاذ. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثكلتك أمك يا معاذ. وهل يكب الناس على وجوههم أو على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ نسأل الله العافية. شرح علينا في رمضان التدقيق في أمر الكلام، إن أنت ما تتكلمش كتير أو تتكلم في الخير، نتعود نقلل كلامنا في رمضان، مع ان احنا لو اتكلمنا لن نرفث لن نصخب لن نجهل، كلمش كلام الجهلاء ولا نرد عليهم. لو شاتمك احد ما تشتموش، لو قاتلك احد ما تخنقش معاه، قل اني صائم اني صائم. فاضل الخلطة بالناس اللي هي بتخلي الانسان يرأيهم، يدور عليهم، يحب العلو على غيره، يحسد يحقد. لازم نقعد لنفس مع نفسينا شوية، لازم نقعد لوحدينا شوية. شرع لنا الاعتكاف، الاعتكاف شرع الخباء عشان نعمل ايه؟ عشان يجوا يزورونا فيه. ايه رأيكم؟ عشان نجيب الاكل الزيادة اللي برا اكل الاعتكاف، ندخله وناكل براحتنا من غير ما ايه حد ياخد باله. لا، الاعتكاف لم يشرع لذلك، الاعتكاف شرع علشان الواحد يخلو بنفسه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اول ما بدأ به الوحي ان حبب اليه الخلاء، يعني بداية التمهيد للوحي أن حبب إليه ليه الخلاء، أن يخلو بنفسه. فكان يتحنث الليالي ذوات العدد في غار حراء، يروح يقعد ليالي في غار حراء
يتفكر لوحده، جبل عالي وبعيد وغار كهف جوه الجبل، عايز يقعد لوحده. لما بنيت المساجد شرع الله عز وجل الاعتكاف في الايه؟ في المساجد، عشان يبقى فيه خلطة في الخير، بس خلطة في الصلاة، خلطة في صلاة الجمعة، خطبة الجمعة، وإن كان من درس علم فنعم، لكن يبقى المقصود منه في الأصل تقعد لوحدك عشان تستشعر إن أنت خلقت وحدك، وستكون في قبرك وحدك، وستأتي ربك وحدك. ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. قال الله عز وجل: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. دي لوحدها كفيلة بأن الإنسان يرتفع عن الناس، يرتفع يعني عن أن هو يعمل من أجلهم، يرجوهم أو يخافهم أو يريد أن يتكبر عليهم أو أن يحتقر أحدا منهم أو ينافس أحدا منهم. لا، بينه وبين ربنا بس، مش محتاج ينافس الناس ولا يخش معهم في صراعات. شرع ذلك لنا في الاعتكاف. وفي الحقيقة الصلاة نوع من الخلوة، بس محتاجة مجهود عشان تصرف تفكيرك عن أي حاجة براها وتعكف على الصلاة. ولذلك شرع لنا أن نقوم لله قانتين، لا نكلم أحدا من الناس، أمروا بالسكوت ونوه عن الكلام، أي بغير ذكر الله الذي في الصلاة وقراءة القرآن. فهذه الأشياء كلها نحن في أشد الحاجة إليها، خصوصا في أيام الاضطراب والقلق والثورات والنزاعات والفتن وكثرة الخوض في السياسة، والناس أساسا ليس هناك من عمل لتهذيب النفس في وسط هذه الفتن، مع أن العبادة في وقت الفتن كهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال: عبادة في الهرج كهجرة إليه. خلاصة رسالة رمضان وتهذيب النفس مبنية على هذه المسائل الستة، فأنتوا هتقروها إن شاء الله، و نسأل الله أن يوفقنا، أن يبلغنا رمضان وأن يوفقنا فيه لما يحب ويرضى. أقول قولي هذا وأستغفر الله. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.